على مر التاريخ واجهنا الكثير من أساليب تحديد مستقبل الأبناء من قبل الأهل. هذه الأساليب تغيرت، اختلفت، تنوعت إلى أن تطورت إلى شكل جديد. بقول ويه يا بابا، شكلك مشغول؟ قاعد عم بحدد مستقبلك. مستقبل أنا؟ خلينا ساعدك. فهم وأثناء مرحلة الصف العاشر سيساعدون أبنائهم بأسلوب حضاري على كتابة ما سيحدد مستقبلهم، التخصص. قول لأبوك إذا ما صار اللي ببالي دقيقة واحدة بهالدار المخروبة ما بقعد. وأنواع الطلاب في هذه الفترة ثلاثة: الطالب الأول الشفاف، وهو الطالب الذي لن يسأل أصلاً لأنه بالنسبة لهم كائن غير مرئي. تقبل أنا؟ أيوة. ما أنا والله هذا ما لي رأي في الموضوع، أنت بتعرفي أبوي هو الرأي الأول والأخير. لا والله، وين سأل عن رأيك أنت؟ أنا بسولف عن رأيي أنا. ما هي سجلني علمي، وش تحسن لي؟ أنا بقول لك شو بدي أحسن. ليش سجلك علمي فكرك؟ بدي إياك تطلع مهندس زي عمك. طب وإن صرت مهندس مثل عمي وش أدك؟ بدي إلك الأحسن، بدي إلك الأهيب، بدي إلك الأحسن، بدي إياك دكتور، وإذا تنازلت صيدلاني زي خالك. دكتورة وصيدلاني؟ ها؟ طب يا ما أجلوا الهوش هذا، يعني العلمي أصلاً بيقدر يقرأ دكتور يصير ويش اسمه، فده ساعة خلينا أطلع للي صح لي حفاي وأنا ما داري عن حالي بقى. ما ولي يومي. الطالب الثاني مركز كل شيء، وهو الطالب الذي ستشكل تجارب الآخرين السابقة مصيره، والمقصود بالآخرين هم إخوته وأبناء عمه وأبناء خاله وأبناء الحي الغربي وأي أحد يخطر على البال. وأخرب لهم اقتصاد البلد وأقعد ولا صناعي وأقص إيدي وما تفيدونا يا أخوي. علمي يا زلمة، خليك علمي يا زلمة. ردش عليه، اسمع مني يا زلمة، اوعى تفوت أدبي لأنك مخك زيرو. لا صح، أنا تعبان. الصناعي سيبك منه. ليه؟ كل شفرات. لا يا زلمة ردش عليه، ملكاش غير الصناعي يا زلمة. الباب بقول لك هو محبوس من الشفرات. ردش عليه، الصناعي يا زلمة، زميك الصناعي. علمي خليك علمي. الفندقة شو مجاله؟ فندقة كويس يا زلمة. فندق فندق بدك تبني فندق يا زلمة؟ انا بدي ابني فندق ولا تعبان انا يا زلمة. رد علي، فوت علمي يا زلمة، الشغلة فيها مصاري. التجاري حلو منيح. تجاري؟ طب شو اسمه؟ زراعي. زراعي بدك تزرع شجرة وتقعد تحتها. اسمع مني، اسمع مني، زنفوت أدبي محاماة لبسهم بجنن يا زلمة. متقمين ربنا الله، محامين متقمين. فأنا خلص إن شاء الله، إن شاء الله قدرت أتجوز وقعد في الدار أريح. الطالب الثالث، وهو من لا علاقة له بالأمر أبداً، لا من قريب ولا من بعيد، وكذلك أهله. تصنيف. وشو طلعت؟ حمار؟ لا 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 يابا لا، هاي ورقة التصنيف تبعت العلمي والأدبي. طب ما أنت هيك هيك نتيجتك زي وجهك. الله يسامحك يابا، الله يسامحك، بس يابا أنا قالوا لي إذا بدخل صناعي بدخل الجامعة. بالضبط، بتقدر، بس مش لما تكون الأول على الشعبة ولا على شلة الهمل اللي معك، لا، لازم تكون الأول على المملكة كلها. روح انقلع من وجهي، ترباية أمك العاطلة شو بدها تجيب؟ مالها أمي يابا، مالها أمي، شو دخل أمي؟ إيه؟ مش دارس.